السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الناس مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة نستكمل الحديث فيها عن صلاة المسافر. كان سؤال الحلقة على صفحة الفيسبوك الخاصة بالبرنامج: هل تحرص عند الصلاة جماعة أثناء السفر أن يكون الإمام من المسافرين؟ عموما هذا السؤال وغيره نطرحه على مولانا الجليل فضيلة العالم الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الديار المصرية وغيره بالتأكيد من الأسئلة، إضافة إلى أسئلة حضراتكم التي ترد إلينا. اسمحوا لي في البداية أرحب بمولانا الجليل فضل الدكتور. مرحب بفضلتك، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، أشكرك دائما. ربنا يبارك فيك. سؤالي الأول فضلة الدكتور مجدي في هذا الخصوص: حكم من نوى القصر أثناء السفر ثم غير نيته ونوى الإتمام أثناء الصلاة. أثناء الصلاة. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا إحنا عاوزين نؤسس قاعدة في أحكام صلاة المسافر، وإحنا قلنا قبل كده أحكام صلاة المسافر ممكن نبقى نعملها برضو حلقة بقبل مع الأستاذ شريف، يعني بمعنى إن نفرد كم سؤال كده صلاة المسافر عشان خاطر كل واحد مسافر على الطريق، ربنا يكتب لنا دايما سفر للعمرة والحج والحاجات الكويسة، يبقى عارفين الأحكام. عاوزين نقول قاعدة إن قصر الصلاة على مذهب الجمهور أنه ليس واجبا، يعني لي الاختيار أقصر الصلاة أو أتم الصلاة. ومن ثم العملية ما فيهاش تحكم أو تعنت أو إثم إذا أنا ما قصرتش الصلاة، لا. ليه؟ لأن القصر رخصة، رخصة، والإتمام يجوز إن أنا أتم. فهنا بيقول أنا دخلت الصلاة بنية القصر ثم بعد ذلك نويت الإتمام، يبقى ما فيش مشكلة. لو دخلت بنية القصر أصلي ركعتين وبعدين وأنا بصلي الركعتين قلت هتمهم 4 ركعات يجوز. ليه؟ لأنك ستزيد. بعكس الإنسان، العلماء يتكلموا في إيه؟ لو دخل بنية الإتمام وبعدين يقول سأقصر الصلاة، فقال لك أنت ما تهدمش الأعلى للأقل، ولكن ممكن تبني من الأقل إلى الأعلى. فقالوا إذا دخلت الصلاة وأنت تنوي القصر وكنت مسافرا وبعد ذلك وأنت أثناء الصلاة قلت سأتم صلاتي يجوز لك هذا. طيب لو نوى الإقامة أثناء الصلاة مولانا، يعني هو صلى قصر وأثناء الصلاة نوى الإقامة، يجبر لفوق ولا بدأ من الصلاة القديمة ولا يعمل؟ لا، لأنه يعني هنا شوف بقى السؤال ده حلو وذكي شوية. فهو دخل في الصلاة ونوى قصر الصلاة، يعني صلى ركعتين الظهر أو العصر أو العشاء، وهو في الصلاة قال سأقيم. سأقيم يعني إيه؟ أنا أقعد في البلد دي شوية، مش 3 أو 4 أيام بس، هقعد لي كمان 10 أيام. يبقى نوى أثناء، قال لك العبرة ببدايات الأفعال ولا بنهايتها، في بداية الأمر ولا في النهاية ولا في النص؟ قال لك هنا العبرة هتكون بالبداية. أنا نويت إيه في الأول؟ صلاة إيه؟ قال لك صلاة قصر. يبقى ممكن تتمها قصرا هذه الصلاة، وممكن ويجوز بقى أن تتمها تصليها 4 ركعات كما تحب. يبقى ممكن أكملها على أساس النية الأولى إن هي قصر. ليه؟ لأني نية الإقامة في البلد ما جاتش إلا أثناء الصلاة، بس بدأت الصلاة قصرا، خلاص يبقى هنا أقصر، بين لي أن أقصر الصلاة. وطبعا إحنا قلنا أي واحد يقصر الصلاة وهو فيها عاوز يتمها السؤال الأولاني، قلنا يتمها. عظيم. يبقى إذا دخل الصلاة ونوى الإقامة في البلد أكثر من المدة التي يقصر فيها الصلاة اللي هو أكثر من 4 أيام، يبقى ده كأنه مقيم، بس ده بدأ الصلاة وكان لسه هو غير مقيم مسافر. يبقى نمشي على أول الأمر وله أن يتم الصلاة براحته، إنما ممكن يقصر الصلاة، يقصر الصلاة لأنه دخل الصلاة وهو على في حكم المسافر وليس في حكم المقيم. عظيم. استاذن فضلتك في استراحة سريعة فضل الدكتور مجدي والسادة المشاهدين، ونعود بعدها لاستكمال هذه الحلقة المهمة من فتاوى الناس. ابقوا معنا. مرحبا بحضراتكم مجددا في الجزء الثاني من فتاوى الناس والحديث عن صلاة المسافر. فضيلة الدكتور مجدي عاشور، عندي سؤال يتعلق بفكرة المسافر، هل يجوز له أن يقتدي؟ وده كان سؤالنا اللي على الفيسبوك أيضا.
بإمام غير مسافر؟ يعني يقدر يصلي وراء شخص غير مسافر؟ طبعا احنا عندنا كل حاجة جائزة ليس فيها شيء، فممكن المسافر يقتدي، يعني انا مسافر وقاعد في سواء في السفر في الطريق او في المكان اللي انا مسافر فيه، راح مثلا اسكندرية 4 ايام، فدخلت المسجد فلقيت امام هو مقيم مش مسافر فهيصلي صلاة تامة، فانا يجوز اخش وراه في في الوقت ده، بنقول يجوز يخش وراه بس هيتابع الامام، بمعنى سيتم الصلاة. يبقى من دخل وكان مسافرا ويقصر الصلاة خلف إمام مقيم يتم الصلاة، على هذا المأموم اللي هو بيقصر الصلاة أن يتمها تبعا للإمام. يبقى يجوز أن الواحد الإمام بتاعي بقى، لو إحنا بس المجموعة مع بعض وبنصلي إمام، فبصلي الصلاة قصرا لو أنا مسافر خلاص، فهنا خلاص يبقى بتصلي ورا قصر، يبقى الإمام زيك. طب الإمام هو متم مقيم فهيتم الصلاة، يجوز أنا مسافر سأقصر الصلاة أن أصلي وراءه؟ هنا هتصلي وراءه ولكن تتم وراء الإمام على المذهب المختار، لأنها تتبع الإمام في هذا الأمر. طيب لو هو جاهل بحال الإمام، هل هو متم أو مسافر؟ لو جاهل بحال الإمام يبقى هنا هنصلي صلاة تامة كالإمام، لأن الإمام بيصلي الأصل أنه مقيم. طيب هو ما يعرفش والامام صلى، كان بيصلي العصر، فدخلت لقيت امام في الركعه الثالثه، فالامام صلى ركعتين، فانا هنوي صلاه القصر، صليت القصر مع الامام، لان انا ما اعرفش الامام سيتم الراجل مسافر ولا مقيم، فهنوي صلاه القصر بتاعتي، فهيسلم بعد ركعتين الامام، فانا سلم بعد ركعتين انا اخر معاه، طالما انني اجهل الامام مقيم ام مسافر. طيب تأذن لنا ناخذ بعض الاتصالات الهاتفيه، اخواتنا الحقيقه على الهاتف مش عايزين نسيبهم منتظرين كتير، ونبدا باختنا ملك. الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ زي حضرتك وزي الدكتور الدكتور مجدي. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا فندم. ازيك يا دكتور مجدي؟ حضرتك شيخنا الجليل. ربنا يبارك فيك ويحفظك يا فندم. الله يكرمك يا رب. حضرتك انا عايزه اسال في حاجه خاصه بوكاله ناسا، اللي هي بتنزل دايما حاجات عن الكواكب اللي هي حتى تدمر الارض والحاجات اللي هي بترعب الناس دي. حضرتك انا عايزه بس الصحه من كده، انها ان السؤال يكون صحته عندك انت. انت حضرتك عايزه تعرفي يعني العلم الخاص بالفضاء والوكالات اللي شغاله في هذا الامر، يعني الحاجات اللي هي بيرعبوا بيها الناس دي وبيخوفونا بيها، وحاجه كواكب هتدمر الارض قريب، والحاجات اللي دايما يقولوا عليها دي. هو يمكن في الافلام بس الكلام ده، لكن فيما يتعلق بالعمل العلمي في هذه الوكالات الامر مختلف شويه استاذه ملك، لكن خلينا نطرح الامر على فضيله الدكتور مجدي. طبعا انا يعني شاكر. اخر سؤال تحت حضرتك أمر. هو اخر حاجه اللي هم منزلينها، اللي هو الكوكب اللي هيدمر الارض في ديسمبر باين، والناس كلها يعني ترقبت كده على الفيسبوك وما مش عارفه في ايه، يعني احنا عمالين نسمع منهم حاجات غريبة، وهو العلم صح عند ربنا سبحانه وتعالى، علم الساعة طبعا. صحيح. حاضر يا استاذ ملك، حضرتك تابعينا مشكورة، وبنشكر حضرتك على الاتصال وعلى هذا السؤال. يعني اختنا الاستاذة وفاء. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت كنت عايزة اعرف حكم في يعني حد حج وما رماش الجمرات ثالث يوم، يعني رمى اول يوم وثاني يوم وثالث يوم يعني رجع الفندق ثاني كان تعبان وما رماش، هل ده يبقى عليه دم ولا لا؟ طيب ماشي، شكرا لحضرتك. وسؤال ثاني يا فندم اتفضلي بعد اذن حضرتك. وهناك يعني عندي قطط في على السلم، وكنت باكلها يعني بقالي بتاع اكتر من 8 سنين، وبعد يعني ده بيجي وده يمشي وده كده، ففي جيران اتضرروا يعني ومنعوني ان انا احط، وبقالي شهر ما بحطش، رغم كده انهم بيجولي وينطوا على الشراعه القطط يعني كده، فانا مش عارفه هل كده يبقى يعني عليا ذنب ان انا فعلا ما بحط لهمش اكل ولا اعمل ايه؟ حاضر شكرا. شكرا يا استاذه وفاء. اختنا الاستاذه هبه. استاذه هبه الو. الو اتفضلي. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لحضرتك يا فندم، عندي اخويا يا فندم مريض، تمام، عنده مرض في الدم، فمتابع مع اكتر من طبيب، فالاطباء مانعينه من صيام صيف وشتاء، تمام،
فهل صيام رمضان بالنسبة له هو ممنوع من الصيام تماما، هيبقى ليه كفارة؟ طيب ولو حاضر. مثلا إطعام مسكين هو برضك حالته على قده، هيطعم قد إيه؟ أو مثلا يطعم بكام مبلغ؟ طيب حاضر. تمام، ده رقم واحد. معلش برضك دكتور مجدي، أنا عندي أختي متوفية من 10 أشهر، ومامتي بتنام بالأسود، أوكي؟ فأنا عايزة قولا واحدا معلش، يعني هل هو في حرمة على ذلك؟ يعني في حرمة ليها، حرام أم حلال؟ بس حاضر. شكرا، تسلم يا فندم. شكرا لحضرتك. أختنا أم أحمد من الجيزة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فندم. بعد إذن حضرتك عايزة أسأل الدكتور مجدي، أنا ليا ابن بيشتغل وبيحوش فلوسه علشان إن شاء الله يعني يشتري الشقة اللي هيتجوز فيها وكده. هي يعني بقاله مثلا سنة وشوية، والفلوس طبعا اللي حوشها دي بلغت النصاب، هل عليها زكاة؟ هو سنه قد ايه حضرتك؟ هو سنه 34. ماشي يا فندم، شكرا، ربنا يبارك فيه. اختنا ام محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ام محمد. ازاي حضرتك وازاي فضيله الشيخ؟ ربنا يبارك في حضرتك. ايوه، عايز اسال الشيخ سؤال بعد اذنك. الشيخ سامح حضرتك، اتفضلي. أيوة، أنا عايزة أعمل يعني صدقة جارية لوالدي ووالدتي، يعني إيه أجيب كل دير، يعني ينفع أقول بنية إن هو صدقة جارية لوالدي ووالدتي ولينا، ولا لازم بس لوالدي ووالدتي؟ طيب أول سؤال. وتاني إن أنا بعيدة عنهم، يعني ما بزورهمش على طول، عشان هم أنا في القاهرة وهم في أسوان، يعني إيه بس بدعي لهم في الصلاة والحمد لله وبفتكرهم على طول. حاضر. بس عايز اعرف يعني، وهو لو يعني ايه افضل حاجه اقولها الدعاء، وايه افضل حاجه اعملها له. حاضر، شكرا شكرا. استاذه ايه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك ازيك يا عم شريف؟ ازيك يا ايه؟ الحمد لله. ازيك يا دكتور مجدي؟ اهلا وسهلا. عندك كام سنه يا ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. بحبكم جدا. ربنا يكرمك يا رب يحفظك. انا سؤالي بقى، انا بقوم فجر الجمعه بصلي مع ماما قيام الليل ما شاء الله، وبصلي الفجر حاضر وبسبح طلوع الشمس. جميل. فهل انا ايه؟ حلو حلو جميل. ايه، فهل انا عند ربنا اكتب لي حجه وعمره؟ حاضر. انت عندك كام سنه ايه؟ 10. ما شاء الله. انت شكرا ليك يا آية، ربنا يبارك فيك يا بنتي ويحفظك. أختنا إيمان. إيمان. ألو، السلام عليكم. اتفضلي يا أستاذ إيمان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت كنت عايزة أسأل بخصوص الزكاة. أنا يعني أنا ما أعرفش جهات كتير أعرف أطلع فيها الزكاة، فكنت عايزة أعرف هل المستشفيات وجهات التبرع ينفع أطلع فيها زكاة، ولا دي بتبقى صدقة جارية بس؟ وغير كده كنت عايزة أعرف هل ينفع مثلا أطلع للقرايب على مدار السنة، يعني إذا من الزكاة برضو، ولا لازم أماكن كتير أو أشخاص مختلفة؟ مش حاضر. آخر سؤال في موضوع المسافر قبل ما نجاوب أسئلة السادة المشاهدين، ناخد جملة أخرى من أسئلة فضل الدكتور مجدي. ما الحكم لو صلى المسافر الظهر خلف من يقضي الصبح؟ هو بيقضي الصبح ركعتين، وهو بيصلي الظهر حضرتك، يبقى خلاص هيصلي. لو عاوز يصلي قصر يصلي قصر، يصلي يعني قصر. يعني المسافر دلوقتي عشان صوره المساله توضح عند الساده المشاهدين، الراجل الامام اللي بيصلي ده ما صلاش الصبح لحد صلاه الظهر، فبيقضي الظهر فبيصلي ركعتين، فدخل الامام الماموم اللي هو مسافر صلى او في حكم السفر صلى وراه، يصلي ايه؟ ممكن لو علم انه يصلي ركعتين قضاء الصبح يصلي وراه قصر. ما دي مش صلاه الظهر بقى عشان يتم وراه، لا، يصلي وراه ركعتين فقط لان الصبح لا قصر فيها. نعم. طيب اختنا الاستاذه زينب. مدام زينب. السلام عليكم. اتفضلي يا فندم. وعليكم السلام.
لو سمحت كنت عايزة أسأل فضيلة الشيخ، هو صلاة التهجد هي هياها قيام الليل؟ أيوة، حاجة تاني؟ والسؤال التاني، في واحدة يعني كانت بتصلي وما بتسيبش فرض ولا أي حاجة خالص، بس كانت بتعمل ذنب يعني من الكبائر، تبقى صلاتها نافعة ولا لأ؟ اللي نروح لأختنا أم طارق. خلاص ماشي، شكرا. أم طارق لو سمحت أنا ليا سؤالين. اتفضلي يا فندم. ابني توفى وعنده 17 سنة، وسمعت الحمد. على النت إن أنا لو قلت أستغفر الله وأستغفر الله لابني، وسميت اسم ابني أستغفر الله لابني أحمد، فهل الاستغفار ده يرفع درجاته في الجنة؟ بحيث ان انا لو عملت على السبحه 99 مره يرفع درجته في الجنه. حاضر. والسؤال الثاني بعد اذن حضرتك. اتفضلي يا فندم. ابني كان بيصلي ويقطع، هل ممكن اقوم باوقات صلاه مع صلاتي انا بحيث يصلوا الصلاه دي؟ يعني الصلاه دي ياخد ثواب زي ما كان حي؟ حاضر. ارجوك ترد عليا. اكيد هنرد على حضرتك يا مدام يا ام طارق، ابقي معانا حضرتك. ممكن يجاوب بعض الاسئله مولانا؟ تفضل. ونبدا مين يا فندم؟ استاذه هدى؟ رضا؟ استاذ رضا؟ والحاجه ام رضا. اتفضلي يا استاذه ام رضا. ايوه. اتفضلي حضرتك. ايوه. اتفضلي سؤالك. أيوة. يا ام رضا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. والله عليكم. انا ست مسنه، عندي 75 سنه. وبختم القرآن كل شهر أو كل 20 يوم، الحمد لله يعني. بس لما باجي أصلي مش بقدر أطاط، يعني أرتع في الأرض، بجيب الركعة وأنا واقفة وبعدين أصلي وأنا قاعدة، فمش عارفة يعني جوز ولا إيه دكتور. حاضر. حاجة تانية مريضة؟ يعني عايزة أعرف صلاتي هل صحيحة دلوقتي، مثلا بجيب ركعة وأنا واقفة بس ما بتقدرش تسجدي. ما بتقدرش تسجدي. حاضر. شكرا لحضرتك يا ام رضا، والف سلام عليك وربنا يتقبل ان شاء الله. اختنا ام زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي سؤالك يا ام زينب. بعد ما اسال السؤال عايز الرقم بتاع الصفر. حاضر اتفضلي اسالي. انا كانت بنتي مخطوبه وخطيبها يعني قعد يجي 3 شهور كده، وبعد كده ما بقاش لا يكلمها ولا حاجه، بس انا لقيناه خد جنب لوحده كده وراح قال انا ما يعني قال لنا مش هيكمل. فالحاجه دي من حقه ولا من حقنا احنا الشبكه يعني؟ حاضر. ولو سمحت عايزه رقم الشيخ هكلمه في حاجه خصوصي يعني. شكرا لحضرتك يا ام زينب. حاضر خليكي معانا. ام احمد اتفضلي. ام احمد السؤال للشيخ والله سمحت. تحت امرك. بعد ما بقول التحيات في دعاء بقول عايزه اعرف هو صحيح ولا لا؟ ايه هو؟ بقول اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم انا اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، واعوذ بك من شر فتن المسيح الدجال. هل الدعاء ده صحيح؟ حاضر. شكرا يا محمد. الشكر لحضراتكم جميعا. ابقوا معنا، هنطلع فاصل سريع ونرجع على بعض اسئله الشارع، ثم يتفضل الدكتور مجدي بالاجابه على كل اسئله حضراتكم ان شاء الله. أنا الصبح في الجامعة وبالليل في الشغل، إيه حكم الجمع الصلوات في الدين؟ كنت عايز أسأل على إن التاتو حرام ولا لأ؟ لأن في فتوى كتير إن التاتو بعد ما ظهر إن هو ممكن يتعمل له ليزر إن هو ما بقاش حرام. إيه حكم الدين في الحب العفيف؟
برحب بحضراتكم مجددا. مجموعة أسئلة عندنا لحضراتكم هنجاوبها حالا بعد ما نشوف أسئلة الشارع مع فضيلة الدكتور مجدي عاشور. هو بيشتغل، هو بيدرس الصبح في الجامعة وبالليل في الشغل، عايز يجمع الصلوات. أولا أنا بشكر الشباب الطموح الجميل ده اللي مش بيعتمدش على حد وبيعتمد على نفسه طبعا بقدر الإمكان، إن هو في الصبح في الجامعة في الدراسة وبالليل بيشتغل عشان خاطر يمشي أموره، ده شيء جميل. فبقول للشاب الجميل ده بس نحاول إن إحنا ما نجمعش الصلوات الخمسة بالليل كلها. يعني الصبح وأنا في الجامعة أحاول، ربنا مدينا رخصة وفرصة من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن نجمع بين الظهر والعصر، في وقت الظهر أو في وقت العصر، أربع ركعات مش اتنين، أربعة وأربعة في وقت الظهر أو أربعة وأربعة في وقت العصر حسب ظروفي أنا. وبعد كده أجمع بين المغرب والعشاء، في وقت المغرب أو في وقت العشاء لما أروح قبل ما أنام. نحاول نعمل كده. إنما لو في يوم ولا حاجة ما قدرتش أعمل كده، وده لازم نحاول، لأن ما ينفعش، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا في كل وقتها. ما قدرناش في يوم ولا حاجة، بالفعل ما قدرناش، يبقى هنستغفر ونحن نصلي بالليل، بس ده ما يبقاش ديدنا. ومع طبعا يعني احترامي لحضرتك وإن أنت حريص ان انت تشتغل وتكد يعني وتجتهد عشان تجيب فلوس الدراسه ومصاريفك، ودي حاجه جميله من روح الشباب، وعاوزين الشباب كله يكون كده ان شاء الله. طيب الاختنا بتسال عن التاتو بالليزر، حلال ولا حرام؟ احنا عندنا التاتو، عشان اوضح لكم المساله، التاتو اذا كان شبه الوشم اللي انا هقول عليه ده ما ينفعش، غير كده ينفع. الوشم اللي انا بقول ما ينفعش، ايه هو الوشم؟ اللي هو بيدخلوا الإبر يغرزوها في الدم ويدخلوا حاجة لون أو صبغة أو خضاب بيسموه عشان يختلط بالدم تحت الجلد كده ويمشي مع الدم ويتغير اللون ويعمل الشكل ده، قلنا بيسبب نجاسة بسبب اختلاط الدم بده. الحاجة التانية بيسبب ألم، ده بنقول لأ. إنما التاتو اللي زي الحنة كده بنعمله بنرسم وبتاع وممكن يتزال، ما فيهوش اي حاجه، ولا يمنع وصول الوضوء، وما فيهوش ولا غرز ابر بقى ولا الوصول الى طبقه ما تحت الجلد الى الدم، خلاص ده جائز ولا شيء فيه. طيب حكم الدين في الحب العفيف؟ يعني هو قال الحب العفيف، يعني الحب العفيف الضابط بتاعه الحب العذري، يعني الحب العذري ده، العذر ده مشكله لان العذري ده بيحب وما بيطولش. ده عندنا شعر قديم اسمه الحب العذري، وزي قيس وليلى وزي عزه وكثير والناس دي كلها. فهنا بنقول الحب العفيف بمعنى ان انا احب انسانه او هي تحب انسان لا يترتب عليه معصيه، خلاص ده حب عفيف وجميل. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من حب فكتم، شوف من حب أو عشق فكتم فعف فمات فهو شهيد. يا سلام. ليه؟ شوف شهيد ليه؟ لأن الحب ده مش حاجة قليلة، فحبيت بس لم يترتب على حبي معصية، يبقى الحب العفيف اللي انت بتقول عليه بالطريقة دي حلال ولا شيء فيه. عظيم. نبدأ بقى بالاتصالات يا مولانا. طب. أختنا ملك بتتكلم عن فكرة وكالات الفضاء زي وكالة ناسا والعلم، وبعض الأحيان يقولوا في مذنب مش عارف سقط، في احتمال كوكب يقع، بتقول الكلام ده يعني إيه مدى صحته وتساقه مع الدين؟ يعني مدى صحته نتأكد من الوكالة نفسها. أولا نحن نحترم العلم مباشرة، لو العلم قال كده الصحيح واستخدم العلم بقيمه الصحيحة مش لتخويف الناس، يبقى بناخد العلم تماما ونسلم. ليه؟ لانه تجريبي، فناخد الامر هذا بس ناخده من مصدره الحقيقي. اول حاجه قالوا مصدر حقيقي ان كوكب الارض معاه مذنب هيخبط فيه، ايه المشكله؟ خلاص هناخد كده وقالوا كده ما بتاع، بس لازم نتحقق. اللي بينزل حاجات على الفيسبوك كتير ان هيحصل كذا مش من وكاله ناسا، ويعني اخبار كاذبه غير صحيحه. طب قالوا هيخبط، ما يخبط، ايه المشكله؟ ده المسلم ما يخافش من حاجه، وممكن على فكره يضرب الارض يعمل تماس كده وما تتاثرش الارض، انت لا تشعر بها اصلا. طيب شعرنا بها يبقى خلاص ده امر الله وقدر الله، والله هو الذي يريد هذا. المهم ان المسلم لا يرتعب لا يخاف من قدر الله عز وجل. ليه؟ لان اخر الحدود لقاء الله عز وجل، ومن احب لقاء الله أحب الله لقائه، بس لازم نتوثق من المعلومة. لذلك كل مؤسسة محترمة بيكون فيها يعني من يعطي المعلومات الصحيحة أو يصحح المعلومات الخاطئة التي انتشرت
عبر قنوات التواصل الاجتماعي. اختنا وفاء حاجه ولم يرم الجمرات في اليوم الثالث، تعب يعني. يعني هو تعب، احنا بنقول هو نوى ان هو يتعجل، لو نوى ان هو يتعجل خلاص يبقى رمى اول يوم وثاني يوم كفايه، فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى. يبقى هنا بنقول له خلاص انت ما عليكش حاجه، طالما ان هو قال انا تعجلت يبقى ان شاء الله ما عليهوش حاجه. عندها قطط وكانت بتاكلها، الجيران زعلوا فبطلت تاكلهم يعني، فبتقول هل من ذنب يعني؟ لا ما في ذنب ولا حاجه، الشراع بتاع المطبخ. لان ممكن يكون القطط عامله ازعاج للجيران، والجار اهم من القطه. وخلي بالنا القطه هتعرف تجيب اكلها ليه؟ لان اكلها مكفول من الله عز وجل مش علينا احنا، فهتجيب اكلها. يبقى شراء الجيران والحفاظ على الجيران اهم من تاكيل القطط. ليه؟ اصل القطط ممكن تاكل في حته تانية، برضه بنحافظ على القطط بس هتاكل في حته تانية، فانت ما عليكيش ذنب ولا حاجه ان شاء الله، بس عشان خدوا على حضرتك وده مصدر الاكل فبييجوا يعملوا زي كانه بيخبطوا او عند الشراع. فنعمل كده طالما ان الجيران بيتضرروا بيخافوا بيبقى في تبول وتبرز من القطط، فيعني معلش نحافظ على الجيران. الأستاذة هبة أخوها ممنوع من أكثر من طبيب من الصيام، فبشأن رمضان يعمل إيه الكفارة؟ هو بتقول منعينه من الصيام صيفا وشتاء، يعني كل وقت ما يتمنى. طالما الأطباء قالوا كده حضرتك خلاص نسمع كلام الأطباء. طب هو مستمر كده على طول؟ لو مستمر كده على طول يبقى ينفق أو يطعم عن كل يوم مسكينا، وممكن نقلل في المساكين. ليه؟ لان جاء في الروايات ان هو يخرج مدا، والمد ده 500 جرام و10، فعن كل يوم من رمضان الصيام الواجب ده هيخرج حوالي ممكن 5 جنيه 6 جنيه اللي هو المد، 5 جنيه 6 جنيه بس ويخرجه. نعم. اختها متوفاه من 10 اشهر وامها بتنام بالاسود في السرير يعني، فبتقول هل ده حرام يعني؟ او العمليه مش حرام، العمليه مرتبطه بالنفسيه. ليه؟ لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ثيابكم البيض، الثوب الابيض ده جميل. حتى لو الواحد يعني السواد ملوش دعوه بالحزن، على فكره الحزن في القلب، مش عاوزين العادات القديمه. والابيض ليس معناه الفرح، ما ممكن نلبس جلاليب بيضه واحنا رايحين نعزف جنازه او شيء، جلاليب بيضه للرجال ايه المانع؟ مش معنى الستات يعني هم اللي عندهم ملابس سودة، طبعا هم بيقولوا يعني بنحزن احنا اكتر، احزن في القلب ولكن اللبس مش مظهر من مظاهر الحزن، الحزن مش مظهر صحيح من مظاهر الحزن، ولكن نريد ان الست يعني ايه، لان المنظر الاسود ده في البيت مع حزن بتاع ممكن يعمل درجه من درجات يعني الكآبه الضيق. فليه نعمل كده؟ نتوضى ونلبس ملابسنا العاديه ونسيبنا من هذه الثقافات القديمه اللي لازم نلبس اسود 40 يوم او سنه او شيء من هذا. ام احمد من الجيزه ابنها بيشتغل عنده 34 سنه وبيحوش عشان يشتري شقه ويتجوز، فبتقول ان الفلوس بلغت النصاب. طبعا احنا بنقول له هنا ده احنا معاه ولو استطعنا نساعده يعني، فبنقول له يجوز لك الا تخرج الزكاه. ليه؟ لانه بالفعل 34 سنه وعاوز يجيب شقه. لو فضلنا ننقص والاسعار بتغلى يعني يطلع 2.5% او اكتر مثلا لو كان فلوسه اكتر شويه، ويجي السنه الجايه يلاقي الاسعار غلت وكان محتاج الفلوس دي، فاحنا بنقول له يجوز الا تخرج الزكاه في مثل هذه الحاله. ام احمد عايزه تعمل صدقه جاريه لوالدها لوالدتها ولوالدها يعني، هل يجوز انها كمان تبقى للاسره تعمل تقريبا كولدير ميه او كده؟ وبتقول بصي احنا فضل الله واسع، يعني كولدير الميه ممكن ادخل فيه مليون واحد وربنا هيجزي المليون. وبعدين قلت قبل كده الصدقه الجاريه ليست للاموات، ده الاصل ان الانسان الحي يعمل لنفسه صدقه جاريه، هو اللي يعمل كده الاول وبعدين يخليها بيعملها في حياته تستمر لما بعد مماته. الاموات ممكن نعمل لهم صدقه جاريه، وورد ان ولد صالح يدعو له وصدقه جاريه عن سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم، اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. حاجات هو سابها برضه، يعني الولد الصالح هو سايبه في حياته، الصدقه الجاريه هو اللي عملها، العلم النافع هو عمله اثناء حياته واستمر بعد مماته. يبقى الاصل في الصدقه الجاريه ان تكون للحي، بس يجوز نعملها للاموات؟ يجوز نعملها للاموات. طب نشترك معاهم؟ نشترك معاهم بالعدد اللي احنا عاوزينه بس بالنيه. طيب افضل الدعاء يا مولانا؟ بتقول بتسال يعني وهي بتقول انا في القاهره
وابوها وامهم وامها رحمهم الله دفنوا في اسوان. فطبعا مش هتقدر تزورهم بتدعي لهم، لا يبقى خلاص طالما انت لا يكلف الله نفسا الا وسعها وعندنا بدائل في الشريعه، مش هقدر اروح اسوان عشان ازورهم، خلاص انا في القاهره الدعاء بيوصل لحد السماء مفيش مشكله. افضل الدعاء ندعو لهم كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل لوالدي علي من بر بعد موتهما؟ قال نعم. قال له ايه يا رسول الله؟ قال ان تصلي عليهما، وده معناها برضو اللي هي حضرتك الدعاء، تصلي عليهما وتدعو لهما وتصل الرحم التي لا توصل الا بهما، وان تصل صديقهما اللي كانوا بيحبوهم الاصدقاء تصلهم برضو. فدي كل حاجه ادعي باي شيء ان ربنا يغفر لهم ويرحمهم ويتقبلهم في الصالحين ويتقبلهم بقبول حسن. بنتنا الجميله ايه 10 سنين بتقول ان هي بتصحى الفجر تصلي مع والدتها، قيام الفجر حاضر وبتسبح وكده. هل ده يعني يكتب لها عند ربنا سبحانه وتعالى حج وعمره مولانا؟ انا اشكر ايه طبعا الجميله الصغيره 10 سنين بتقول انا ليله الجمعه بقوم مع والدتي فبصلي قيام الليل وبعدين اصلي الفجر وبعد كده اقعد للشروق اسبح. حلو جميل جدا. فبتقول هل لو عملنا كده، طبعا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من فعل ذلك كتب له حجه وفي روايه عمره. هل هي اللي بيكتب لها هذا؟ هي بيكتب للوالد والوالده عشان خاطر هم قبل التكليف ما تفعله يكتب لهم، ولكن هي ملهاش حاجه؟ لا، ده هي بتتدرب على كده. تاني حاجه ان بتزداد انوار في هذا، يعني نور بيخش. ليه؟ لان حد تاني ربنا يديك الصحه والعافيه ويبارك فيكي، لو واحد مثلا ومات سنه صغير ما هيخش الجنه ان شاء الله، مش هيخش النار لان لا نار قبل التكليف، لازم التكليف يعني ايه وصلنا سن البلوغ فعلينا احكام. طب انا ما وصلتش لسن البلوغ يبقى خلاص ما فيش تكليف. كذلك لو عملنا طاعه، حلو جميل، يبقى بتعملي عشان والدك ووالدتك بياخدوا وانت بتتدربي وقلبك بيزداد نور عشان لما تكبري ان شاء الله وتعملي كده هتبقي نور على نور ان شاء الله يا استاذه ايه. الاستاذه ايمان بتسال عن افضل اماكن خروج الزكاه، بتقول هي ما تعرفش مصارف للزكاه يعني، فهل المستشفيات واماكن التبرع كافيه؟ وبالنسبه للاقارب اذا كانت بتخرج لبعض الناس تكتفي باقاربها ولا ممكن اشخاص كثيرين يعني؟ احنا ممكن نخرج المستشفيات للمستشفيات الحكوميه التي يذهب اليها الفقراء، نودي لهم كده ونقول لهم دول للمرضى، بس عاوزين نتعامل في هذا الملف رسمي. خلاص رسمي، رسمي بمعنى ايه؟ ان انا اروح واخد ايصال، ولو جبت انا حاجات عينيه والمستشفى محتاجها يبقى احسن، بحيث ان نشوف المريض الفقير ده محتاج ايه ونجيبه احنا. ليه؟ لا عشان ما نظنش اي ظن ده في تلاعب او بتاع، نحن لا نظن الا نطعم في نوايا الناس، ولكن انا بقول للاحتياط بالنسبه لي. يبقى المستشفيات الحكوميه اللي بيروحها الفقراء يجوز ان اخرج الزكاه فيها بطريقه صحيحه، وممكن اديها للاقارب الفقراء. طب ممكن اديهم على مدار السنه لو لمصلحه الفقير، وعندي واحد قريبي فقير وبعدين لو اديته الزكاه كلها على بعضها هيصرفها في اول يوم، وهو عنده اولاد في المدرسه، فانا هديله كل شهر حاجه، يجوز، بس ما نزيدش عن سنه. عظيم. ما نزيدش عن سنه عشان الزكاه الجديده اللي هتيجي. زينب بتسال عن صلاه التهجد، هل هي قيام الليل؟ هو العلماء اختلفوا، هو قيام الليل هو التهجد؟ الراجح في الاخر ان هما الاثنين واحد. يعني بعضهم قال ان قيام الليل يكون قبل منتصف الليل، والتهجد يكون في النصف الاخير من الليل وفي الثلث الاخير من الليل. وبعضهم قال الاثنين واحد، قيام الليل هو التهجد، ونحن مع هذا القول، بحيث ان الانسان لو قام قيام لان التهجد بيقولوا بتتهجد وهذا وقته قبل الفجر، في وقت السحر، في وقت الثلث الاخير من الليل. فهذا المذهب او ذاك او القائلين بذاك او ذاك الاثنين واحد، فقدرنا نصلي بعد العشاء قبل ما ننام قيام ليل ممكن، وبالليل لما نصحى قبل الفجر نتهجد جميل ونكملهم على بعض. التانيين قالوا لا، ده هم سيدنا النبي ما كان يزيد في رمضان او غيره على 8 ركعات غير الوتر، دول اسمهم قيام الليل واسمهم التهجد. عظيم. بتقول كمان انه في يعني سيده كانت تصلي ولا تترك صلاه ولكنها ترتكب ذنب، يعني فهل صلاتها مقبوله؟ القبول، هي بتقول هل صلاتها نافعة؟ القبول ده عند الله عز وجل مش بتاعنا احنا. صلاتها صحيحة، ما واحد بيعمل معصية وبيعمل طاعة في نفس الوقت، ما فيش حد بيعمل طاعات في كل وقت إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو بس اللي كل وقته طاعة، إنما غير كده الباقي مختلف. فهنا هي بتعمل طاعة حلو، وهي بناء أدنى وعملت معصية، المهم ما يكونش الإنسان يموت وهو مصر على المعصية بالذات الكبيرة، يعني لأنها بتقول بتعمل الكبائر أو شيء أو كبيرة،
مصر عليها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين، اللي هو ما يهموش، اللي هو بيتجرأ بالمعصية ما بيهموش حد. فإحنا بنقول هنا يبقى أهم حاجة ندعي لها. كان في واحد سارق جه وأثر ورد في هذا، وقالوا يا رسول الله إن فلانا يصلي ويسرق، فقال سيدنا النبي قال له إيه؟ قال له دعه لعل صلاته تنهاه يوما عن السرقة. بس هو عايش، طب بعد ما يموت يبقى ما نعرفش احنا بقى. طيب. القبول ده عند الله. لذلك بنقول احنا نبعد عن الكبائر، واللي يقع والعياذ بالله في مثل هذه الاشياء ربنا غفور رحيم، نستغفر ونرجع ونكمل صلواتنا. بس فعل المعصيه لا يمنع من فعل الطاعه، بس اهم حاجه ندعي لمن كان في مثل هذا الموقف لانه يحتاج الدعاء. ام طارق بنقول ابنها 17 سنه متوفي، وسمعت ان الاستغفار باسمه يرفعه درجه في الجنه، هل ده صحيح؟ الاستغفار بمعنى ان انا اقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، طبعا ده هو ده المطلوب اللي احنا بندعيه لاي ميت، اللهم اغفر له. الله بس 17 سنه ما لحقش يعمل حاجه. يعني ذنوب، وفين الذنوب؟ يعني 17 سنه ده لسه. يعني صبر الله قلبك والهمك السكينه في القلب وفي الفؤاد والروح، وجبر خاطركم يا رب، وعوضكم في غيره وفي صحتكم وفي اعمالكم. ف17 سنه صغير، فانت تستغفره استغفري يجوز، انما اصلي له لو هو ما صلاش في بعض الاوقات. لذلك يعني احد مكلف 15 سنه الولد ما لحقش يعمل حاجه، فبسبب بعض الصلوات خلاص احنا مع حضرتك ندعي له، ما نصليش مكانه. الصلاه لا تقضى لانها متعلقه بذمه صاحبها، فانت بس تستغفري له وهو ميت ان شاء الله كده، وربنا يتقبله في الصالحين ويكون لك فرطا يوم القيامه. طيب لسه معانا ثلاث اسئله بس، معانا تليفون اخير هناخده من اختنا زينب. اتفضلي يا استاذه زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله ممكن أسأل الدكتور مجد؟ اتفضلي لو سمحت. اتفضلي يا حاجة زينة. دكتور مجد ازاي حضرتك؟ الله يبارك فيك ويحفظك. أنا عندي ابني عنده 37 سنة وبيحوش يعني عشان يشتري شقة يتجوز فيه. وأنا عندي مبلغ في البنك، هل نديله زكاة الفلوس بتاعتي اللي في البنك نديها له نساعده بيها؟ يعني زكاة من عندك عشان تديله عشان تجيب الشقة؟ أنا عندي ينفع تديله فلوس زكاة؟ عندي شهادتين في البنك قيمة كل واحدة 50,000، ناخد الزكاة بتاعت الفلوس دي نديها له نساعده بيها. هو ما عندهوش شقة وعنده 37 سنة وهو مش عارف يشتري شقة. حاضر يا شباب. شكرا يا حاجة زينب. فضيلة الدكتور مجدي هيجاوب حضرتك حالا. نروح للحاجة مريضة 75 سنة، ربنا يديها صحة طول العمر، بتختم القرآن كل شهر لكن في الصلاة طبعا عشان رجليها ما بتقدرش تسجد. لا صلاتها صحيحة ليه؟ بس بشرط ان يكون الطبيب هو اللي قالك ما تسجديش، لان السجود ده مهم قوي. واسجد واقترب، السجود مهم. طب انا مش قادر، يبقى خلاص الإيماءة بتاعتك دي كأنك ساجد تساوي السجود تماما، بس ما يكون بعذر. المهم حضرتك بتنوي الصلاة وانت واقفة، بتقري الفاتحة وسورة قصيرة، وبعدين بترقعي وانت واقفة كده ترقعي، وبعد كده تقفي لسمع الله لمن حمده، ومش هقدر انزل ده عشان الركب او عشان الوسط او بتاع، خلاص يبقى اقعد على الكرسي وانزل شوية كده كأنه السجود، يبقى صلاتك صحيحة ان شاء الله. ام زينب كانت بنتها مخطوبة 3 شهور وفجأة خطيبها خد جنب وبعدين طلب يعني يفسخ الخطبة، فبتقول الشبكة من حق مين؟ احنا عندنا في دار الافتاء المصرية في مثل هذه الامور بنرجع للعرف شوية. ليه؟ لان حتى في مصر الاماكن مختلفة، فيعني نديله الشبكة عاوزين نعرف بس. فانا مش هقدر اجاوب حضرتك السؤال ده على الهوا، مع ان عندنا فتوى في كده، بس برضو احنا عندنا حسب العرف اللي في المكان. لا نريد ان نخرج فتوى يترتب عليها نزاع بين الناس، وانما الفتوى للتهدئة بين الناس. فلذلك بقول لحضرتك اهو، يعني ياريت نسمع من حضرتك، تتصلي دار الافتاء المصرية 107 وهنسمع تفاصيل اكتر من كده وهنرد عليكي. 107 من اي تليفون هنرد عليكي في اي وقت ان شاء الله. ام احمد بتقول انها بعد ما بتقول التحيات في الصلاه بتدعو الدعاء اللي قالت لفضيلتك عليه. الدعاء ده على فكره ده ماثور سنه عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم، واعوذ بك من عذاب القبر، واعوذ بك من فتنه المحيا والممات، واعوذ بك من شر فتنه المسيح الدجال. ده سنه عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اللي يقولوا ياخد ثواب، ما يقولوش ما فيهوش حاجه صلاته صحيحه. يبقى هذا صحيح، هذا الحديث شرح الله صدرك. اخر سؤال، الحاجه زينب بتدي لابنها فلوس الزكاه عشان يتحول يتجوز 37 سنه؟ احنا بس مش عاوزين، كان زمان يقولوا ايه ما تاخدش من دقنه وافتله. ليه؟ لان في فقراء مستحقين تانيين.
فلذلك الفقهاء اختلفوا هل الأصول يدوا زكاة، الأصول اللي هو الأب والأم والجد والجدة يدوا زكاة أموالهم لفروعهم؟ اختلف الفقهاء، وبعضهم قال أو بعضهم قال آه. فعشان نخرج من هذا الأمر كله، فلوس الزكاة نخليها للمستحقين الفقراء، وهو حد تاني يعني يساعده أو تساعديه من غير الزكاة، من غير الزكاة. بس لو لقيتي حضرتك إن هو كأم، أنا بكلم حضرتك كأم، إن مفيش وانت مش عاوز تخرجي الا الزكاه، خلاص اديله من الزكاه ويعمل الشقه عشان يعمل، لانه لا تجب عليه عليك نفقته، لان هذا الابن لا تجب نفقته عليك. شكرا جزيلا موصول لفضيلتك يا مولانا، احسن الله ولا فضفوك، وشكرا لحضراتكم، وغدا لقاء جديد باذن الله وفتاوى الناس، في امان الله.